ألف كتاب اسمه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين. التاريخ السري لجماعة علي عشماوي، أنا أسميه حامل حقيبة الأسرار. علي عشماوي بيحمل بين ضلوعه أسرار لم يبوح بها أحد قبله. الكتاب أهو، ده كتاب التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، مذكرات علي عشماوي آخر قادة التنظيم الخاص، آخر قادة التنظيم الخاص الأولاني، وهو اللي قام بإعادة بناء التنظيم الخاص بتعليمات من سيد قطب وهو داخل السجون. دخل التنظيم الخاص مباشرة بس من بوابة إيه؟ كانوا في ميت غمر بيعملوا معسكرات، هذه المعسكرات بتضم كافة الأحزاب أو شباب كافة الأحزاب، لكن الإخوان المسلمين كعادتهم كانوا بيسيطروا على المشهد من خلال التنظيم ومن خلال العدد والأكثرية والسمع والطاعة وخلافه. هذا المهرجان أو هذا المعسكر استمر لمدة شهر، والإخوان كانوا بيسيطروا فيه، وكان فيه علي عشماوي موجود في هذا المعسكر، كان يبدو عليه النباهة ويبدو عليه القوة ويبدو عليه الانتباه ويبدو عليها التركيز الشديد. كان حاطينه تحت عينيهم خاصة محمد عبد الله هلال، وده شخصية مهمة جدا مفصلية في تاريخ الإخوان في محافظة الدقهلية. ولم ينفض هذا المعسكر إلا بعد حريق القاهرة يوم 26 يناير 1952، وهنا تم فض المعسكر بشكل عشوائي، لكن الإخوان استطاعوا كعادتهم كما يقول علي عشماوي الاستيلاء على كل الأسلحة اللي كانت موجودة. هم كانوا في المعسكر من كل القوى الوطنية تحت ذريعة التجهيز لمكافحة الاحتلال ومقاومة الاحتلال والنضال ضد الاحتلال البريطاني في منطقة القنال، ده كان العنوان المرفوع، لكن كان الإخوان بيجهزوا لأشياء أخرى.